الطلبه في طب طنجه وعضو باللجنه الوطنيه طلبه الطب طب الاسنان والصيدله بالمغرب. اليوم طلبه في طنجه كيجسدوا واحد المسيره واحد الشكل احتجاجي اللي هو مسيره انطلقت من ايبيريا وصولا الى ساحه الامم للتعبير على السخط ديالهم والرفض ديالهم للتعاطي اللامسؤول من طرف الوزاره مع الاضرابات ديال الطلبه اللي كتدخل الشهر السابع ديالها واللي غادي تكمل 7 شهور ديالها في 17 يوليو. الطلبه ديال الطب عبر ربع المملكه في اسبوع الغضب جسدوا مجموعه من الاشكال الاحتجاجيه المحليه في جميع المدن اللي فيها الكليات العموميه بالمغرب رفضا لسياسه الامر الواقع اللي كتفرضها الوزاره على الطلبه والاطباء ديال الغد. سياسه اللي ما كتبقاش تكوين طبيب كفء. حاليا كاينين طلبه في سنه 6 و7 اللي عندهم تكوين في 7 سنوات بغلاف زمني يتجاوز 4500 ساعه. كذلك الطلبه اللي غادي اللي حاليا تلاميذ اللي كيقراو في البكالوريا غادي يدوزوا مباراه يكون عندهم تكوين ديال 6 سنوات فيه سنتين تدريب كامله في الوقت وفيه اكثر من 5000 ساعه ديال التكوين بغطاء بالغلاف زمني. ولكن الطلبه اللي حاليا في الدفعات الخمس يعني من السنه الاولى للسنه الخامسه عندهم تكوين مشوه لا يرقى لطبيب الغد لا يرقى لطبيب مغربي اللي باغي له لا يرقى للموارد البشريه اللي كيتمنها صاحب الجلاله في المشروع ديالو ديال الحمايه الاجتماعيه المشروع اللي باغي كامل نجحوه. كيف لطبيب انه جيل ديال الاطباء هاد الخمس سنوات ديال التكوين كاملين بهم غادي يكون عندهم تكوين فيه 3900 ساعه تكوين مشوه تكوين 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 لا يرقى للطبيب الغد كما قلت. وحاليا طلبه كما كتشوفوا من اللور 7 أشهر ديال التكوين ضاعت فما غاديش يرضاو باقل من انه يكون عندهم واحد المطالب اللي تحقق لهم على ارض الواقع ويشوفوها بشكل موضوعي بشكل اللي كيرضي هذا النضال ديال كلية الطب والصيدلة في طنجة. جينا اليوم فواحد المسيرة سلمية في مدينة طنجة ابخي 7 موا دو بويكوت 7 موا دو لونيون باش نحتجوا على 7 أشهر اللي ضاعت لنا من لي كور ديالنا ومن لي ستاج ديالنا بعد ان الوزير ما جاوبناش وما عطاناش حل واقعي عطانا غير حلول ترقيعية. وحنايا جينا هنا لاننا كنآمنوا بمشروعية المطالب ديالنا اللي هي 7 سنوات دو فورماسيون حيتاش صافي راه مشى الحال وبغينا انه الممثلين ديالنا يرجعوا ونرجعوا لي زونفي ديالنا حيتاش الطالب هذه ماشي هي بلاصتو طالب بلاصتو هما لي زونفي ولي زونفيكو. وصافي هنايا كنقولوا شو رساله لانه حنايا شبتين بعضياتنا وحنايا باقيين اون بويكوت حتى نلقاو ان شاء الله واحد الحل اللي هو اولا في الصالح ديال المواطن المغربي وفي الصالح ديال المواطن اللي ما عندوش لي مويه انه يمشي يتعالج في الكلينيك بخير. لا تراجعنا خضوع ولا تراجعنا خضوع ولا تراجعنا خضوع والصبر والصبر.